فلسطيني او كل بيت مكانه صار خيمه فقط يعني، فقدرنا هاي الخيمه نعملها الوانات لحتى نجذب الطفل فيها. يلا لون العجله. الطفل لاول مره يشوف الوانات من بدايه الحرب، دائما بشوف الطفل اللون الاسود المعتاد اللي هو لون القصف والدمار. مقت الورده عشان اكون متفائله. الخيمة الملونة المتنقلة خيمة الوفاء بالوضع الراهن، تبلورت من الوضع الراهن اللي صار على قطاع غزة وبالذات الفئات المهمشة اللي هي فئات الأطفال. فإحنا قدرنا بالخيمة هاي الملونة البسيطة بجهود شبابية فلسطينية متطوعين قدرنا نحن نخلق جو فرح للأطفال، نعمل خيمة ملونة بألوانات مختلفة لحتى إنه نطلعهم من الجو والاستهدافات المستمرة العشوائية اللي بتصير علينا في قطاع غزة. احنا اصبحنا كل شخص فلسطيني او كل بيت مكانه صار خيمه فقط يعني، فقدرنا هاي الخيمه نعملها الوانات لحتى نجذب الطفل فيها ونطلعه من الجو الكئيب اللي بيعيشه ومن الاستهدافات المتواصله اللي بتصير عليهم. فكثير الاطفال بيتعرضوا لاستهدافات مباشره او غير مباشره. اكثر الاشياء اللي احنا ما بنقدر نحصيها بالارقام المجرده اللي هي الاضطرابات النفسيه والسلوكيه، فهي اثرت بشكل كبير على الاطفال. كثير اطفال عندهم توتر خوف قلق من الوضع الراهن اللي بيعيشه، احنا قدرنا بالخيمه هاي نطلعهم من الجو اللي بيعيشوه بشكل مستمر والاستهدافات اللي بتصير بشكل مستمر دون توقف عن طريق التفريغ النفسي، عن طريق الرسم بالالوان، عن طريق انهم يرسموا ويعبروا، عن طريق انه يطلعوا الطاقه السلبيه اللي جواتهم عن طريق الرسم والامور هاي. الطفل اول مره يشوف الوانات من بدايه الحرب، دائما بشوف الطفل اللون الاسود المعتاد اللي هو لون القصف والدمار. اول مره الاطفال مجرد ما احنا هي الخيمه طبعا متنقله بما انه الوضع الراهن انه غير مسموح ان احنا نعمل خيم متنوعه والوضع صعب شويه، فاحنا قدرنا بالوضع هذا انه احنا هي الخيمه تكون متنقله كل اسبوع تكون بمخيم مختلف لحتى نستهدف اكبر عدد ممكن من الاطفال. لما أكون زهقانة بحكي يا الله يا ريت أكون مبسوطة هيك، فالحمد لله هم بسطوني وخلوني سعيدة. رسمت ولعبت الحمد لله انبسطت كويس للوضع والحمد لله. مشتاقة للأنطي أريج، ومشتاقة كمان لصحباتي، ومشتاقة للدراسة، ومشتاقة إن ماما تدرسني، ومشتاقة كمان يعني زي هيك أشياء. على وردة. وردة على وجهك؟ لا هي اللي حكيت لي نقيت ونقيت الوردة. ليش نقيت الوردة؟ عشان أكون متفائلة. يلا يا أولاد يلا نجي معي. لا 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 أنا معلم لغة عربية، بقدم لهم بعض التعليم خصوصاً الأطفال اللي فقدوا التأسيس، تأسيس اللغة العربية في الحروف، ممكن كمان تأسيس في الرياضيات، كمان بقدم لهم تنشيط رمان بنشط الأطفال وبعمل لهم تنشيط الترفيه، فبخلق نوع من الروابط بين الطفل إنه ما يحسش إنه غريب عن المعلم اللي بعلمه، أو نحاول نغير الصورة النمطية للمعلم في أذهان الطلاب، فبنقدم تعليم ونقدم ترفيه وتنشيط للأطفال. خيمة الوفاء كانت سبب لانطلاقها انه مخيمات النزوح كانت بحاجة كبيرة لتخفيف العبء عن الأطفال خصوصا في انقطاع عن المدارس، فيش تفريغ لهم، فيش تعليم، فكان من باب انه احنا نعمل نوعا ما تعويض عن الفاقد التعليمي تبعهم والترفيهي كان وجود خيمة الوفاء.
كانت موجودة في أكثر من مخيم، وهي مخيمة متنقلة وخيمة ملونة زي ما أنتم شايفين، لا تبعث الأمل من رحم الأوجاع اللي إحنا قاعدين فيها والألم اللي موجود في غزة، تبعث الأمل للأطفال واللي بيجوا متوجهين لهذه الخيمة. نفسنا نرجع لبيوتنا نلعب في بيوتنا، نرجع لمدرستنا الحلوة. هاي الرقصة نفسك لبيوتنا.